دبلوماسية لا مهادنة قبل الأقوال لابد من الأفعال. بعد الموقف الواضح الذي عبر عنه المغرب تجاه الحكومة الإسبانية لاستقبالها زعيم انفصالية البوليساري والمتهم في سلسلة جرائم وطرح أسئلة مباشرة عليها لم تستطع الإجابة عنها بما يقنع ويرضي، بعد هذا الموقف جاء قرار سحب السفيرة المغربية المعتمدة في برلين لاعتبارات أشار إليها بلاغ وزارة الخارجية، وتدخلت فيها جوانب مرتبطة بالقضية الوطنية وبالتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية، فضلا عن المحاربة المستمرة للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب. أولا، هذا السلوك الخارجي للمغرب هو ليس جديدا، وقد لاحظنا يعني في السنوات الأخيرة على أن تم مجموعة من الملامح التي بدأت تميز السياسة الخارجية المغربية، بحيث أنها لم تعد تراهن أو تركز، أصبحنا أمام يعني تحركات محسوبة، أمام تحركات تركز على الجوانب النوعية، وكذلك أصبحنا أمام سياسة خارجية براغماتية. طبعا لم تعد التدخلات يعني كما قلت يعني تدخلات تركز كذلك على الجوانب المتعلقة يعني باستحضار المصالح المغربية في أبعادها المختلفة، سواء تعلق الأمر بأبعاد اقتصادية أو مصلحية مختلفة. الجانب الثالث وهو أن السياسة الخارجية المغربية أصبحت أكثر وضوحا، سواء تعلق الأمر بالاشتغال في الدائرة العربية أو في الدائرة الإفريقية أو في الدائرة الأوروبية، وأيضا أصبحنا كذلك نلاحظ على أن هذه السياسة الخارجية وانسجاما مع مقتضيات الدستور أصبحت كذلك سياسة منفتحة على مجموعة من الدوائر، سواء تعلق الأمر في سياق الانفتاح على القوى الدولية الكبرى أو في إطار تعاون جنوب جنوب أو في إطار كذلك المحيط الإفريقي والعربي وغير ذلك. ولكن دعني أقول على أن هذه السياسة يعني في السنوات الأخيرة كذلك لاحظنا مجموعة من المحطات التي طبعا المغرب بدأ فيها بموقف الحال تعلق الأمر مع فرنسا في إحدى مجموعة من المحطات أو مع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وخصوصا عندما تكون هناك طبعا مس أو يعني عدم الأخذ بعين الاعتبار لمصالح المغرب الحيوية والاستراتيجية، وخصوصا عندما تكون طبعا الأمر يتعلق بقضية لها من الأهمية والراهنية بالنسبة للمغرب، ويتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية. ولذلك يعني التحركات المغربية الأخيرة يمكننا أن نقول على أنها أولا هي تعبر عن مواقف سيادية، وفي ذلك رسالة إلى من لا زال يشتغل بمنطق ربما متجاوز، منطق ربما استعلائي، على أن اليوم المغرب طبعا هو بلد يتحرك من منطلق طبعا سيادي، من منطلق كذلك تقييم سلوكاته الخارجية بناء على مصالحه الاستراتيجية، و هناك كذلك نقاط حمراء لا يمكن تجاوزها.